بس انا سوى لدخلنا المقاطع ولا
استيل الروب استيل حسب نوع البرنامج نقاط كل خارج برنامج او شيء برنامج او استيل رجل برنامج احنا عاده اسالناه استيل فتنام الدائره العمليه على هذا الجانب وهذا وهذا فوق الجنوب لكن كلها تسوى عندنا استيل العقل مالتنا القرارات مالتنا فنسال عن الفريدي أنا إيش بسوي؟
ثاني اريد هاي الطواحين احاولها تكون عسل بالزين يعني تكون بالكهرباء هنا العسل صفر فانا شو اسوي غير لما تكبرني اروح على الدين هي من اختار تطلع لي هاي الكافيه الشيء اللي راني احتاجه من عندها هو الريليس اللي هو الديفولت الريليس شنو مالت الفرعيات؟ ستارت واقول ان ستارت من ان ستارت برو النقطه اللي بديت منها انشئت منها المقطع الكبير او الكورن من بديت على المقطع بستارت وين بديت على الام احنا اذا تتذكرون سوينا ترتيب بدينا منها وجبنا لها صفر الى البدايات هنا اذا هاي المقطع الرئيسي اللي اسوي منها جهه ستارت اللي هي الديفولت شنو اللي اريد احرره عندنا؟ اروح على الامسل طبعا بالمناسبه هي امسل الرمال لانه الرمال عاده بالستيل شو هو الستيل؟ الرمال تتربط بالبيت او الرمال او جبل زاويه بيتنا نقول وحتى الاتجاه الواي يعني هم تحرك بس احنا بنقول له هسه حاليا احنا نضيف اتجاه السر ريليز اختاريت امسل يعني شو الامسل؟ يسوي لي ريليز يعني احنا جاي على ريليس يعني حاولنا نمسك يعني ما اريد امسك بسير بهذا النوع ما تقدر لي عسل بس اسوي اقول امسك واساين انتبهوني ايش حيصير؟ من اقول اساين حصير دائره صغيره من يحطوها شكلها اقول له اساين طب تبهدل اسعار الدوائر هاي الدوائر ضافت هنا ستارت امسك هاي الدوائر معناها اخذ ريليس بداية المباراة يعني باتجاه السر يعني ما يتحرك يعني معناها غير طول عزل بالسر زين بعد شغل هذا الجسر الرئيسي نفسه وارتباطه ويا هذا ويا الدور مالتنا طاق البطن طاق البطن يعني بالويب مو على اثنين جوانب هذا ضبط مادة عادة يعني الويب عادة يصير ضعيف فضبط مادة ايضا يصير شيء كونكشن ما يكون عزل فلازم شو اسوي؟ غير ان اعطي ريليز ريليز من هالجهه وريليز من هالجهه بالمنزل لا تنسون وياي ان اكو لوكال اكسس واكو نورمال لوكال هو مال المشي اكس واي زد هذا المطبع نفسه يعني المحور اللي يفوت محور المطبع الاكسس هو الاكس الزد الزد هو يعني احنا هاي شيء المانع الواي مالتها هذا الاكس الزد هو هذا والاكس هيج فالزد بالنسبه لنا يعني لوكال زد بالنسبه لنا هو هذا الزد اللي ناظر الواي عند المناطق الاعتياديه لذلك انا شو بدي اقول لكم هاي شيء المانع الاتجاه هو عزل حول الزد هو هذا البدايه انا اسوي له ريليز يعني ما ينقل عزل للمنبر الرئيسي فلازم انا شو اسوي؟ من هاي الشيء المادي التقي ويلعب المالتي على البطن مالتي، من على البطن مالتي؟ البطن عادة الويب مالي ستيل عادة الويب يكون ضعيف فما يقبل عزل فلازم اسوي ريليس فلازم اسوي هنا ريليس وهنا ريليس وهنا هاي من فوق وهنا فايش حسوي؟ اختار هذا جاء النقطة من البداية للنهاية، هنا هذه نهاية البداية.
هذا اللي صاروخ هذا العمل الطبع له هو أكثر السال تبهدوني سوالي السال أنت بولي ما تسوي السال سويها بالبداية ونهاية المنطقة مرات راح تتباهى يسوي جزء المنشي هم عقل فيشوف زين من صار الريليس فمرات يمكن يسوي له نهاية الريليس تتواها مستوية بالنص معنا استوية كأنه جارنا الهج جارنا الهج بالوسط انه ما بيتحرك عزيزي بس احنا سوينا سوينا مليزات لبيتها من هذا الحال يكون خلصنا من الجوارتي يعني الجوارتي جلب الموطاكي والسيسيفيكيشن هسا نجي على السبورت هاي يكون السبورت نسوي السبورت على هاي الشاشة السبورتات هنا طبعا ما في سبورت انت بعد احنا مختار شغل واحد احنا مثل ما نعرف الكونكريت هو مادة رجل وارتباطه بالاساس اصلا رجل يعني احنا هسه كل اعمدة اتصالها ويا الاساس بالكونكريت هو رجل شو يعني صلب من القرع صلب من كل شيء فانا شو اسوي؟ اسوي كريت الكريت راح يطلع لي انواع سبورت احنا عرفت فقط اللي نحتاجها محاضرتنا اللي هي اساسيه احنا عندنا جنب فيكس وماكو تل وماكو فيكس بوت الفيكس هذا يفيدنا وين بالكونكريت بالحد الهم يفيدنا بس اذا كانت التفصيل مال بيسكليت مالتك هي فيكس مال فيكس فانا شو اسوي؟ الفيكس شو اسوي له؟ احنا هذا سوالي عادل بعد هاي طبعا شنو بس حددت سبورتات شنو اللي بدي استخدمها بعد ما حددت وين بعد شو اسوي؟ قلنا بن وقلنا هذا لسه صار عندي فيكس وبن فشو اسوي؟ اروح على هاي كليك اللي هي فيكس اروح يوز كانسل للسايل اروح على السايل تحصل السايل اللي تبقى عليها صارت السايل مسكت وين احطها؟ احطها تحت عقدة الكونكريت اللي هي وين هذي وهذي 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 زين؟ أنا كنت منوع أبحث بعمل البن ويا الستيل زين؟ أروح على مال البن تابع السالمي أفضل تابع شيء غير مثل الإنفراد وهذي لسه صار عندي شو اسمه سبورتات كلمة زين؟ ننتقل وين؟ ننتقل على اللون والديفينيشن اللون تبغوني هاي هسه من اجينا على اللون طلعت لنا هاي الشاشه ويندو تبغوا على هاي الويندو احنا طبعا شنو لا تتذكروا قدام الاحمر عندنا بدنا لايك بس احنا على قدر المحاضره هي اسينشلز اساسيات هنحكي ناخذ بس دير ونحن شفنا بالنسبه للليل عندنا الستار 200 بالليل احنا بس عندنا المهندس ناسا 200 بالليل بوينت 2 في 24 جنات الكونكريت 12.8 معناها وزن الستار بين الرابعة و 4.8 كيلومتر من الأرض بعد شنو عندي؟ الفينشينج الفينشينج عندنا 1.5 كيلومتر ويا 4.8 يسهل الوقت سوي 5 5 من ذاتي 1.5 6.5 6.5 وبعد التشفت يفتح إلى عندك أشياء أخرى أحنا عندنا نكون فاهمين أشياء أخرى أشياء أخرى إلى خدمات جمدات كهربائيات سقف ثانوي باقي عقلها أنت طيب تاخذها بالاعتبار احنا نعتبر نفسنا ماخذين بالاعتبار مثل 1.5 أو 2 فاحنا شنو عندنا؟ 1.5 قلنا 5 اللي هي سيرفو قام بمناسبة احنا احنا هسه دخلنا جوة اللي خلى اعمدة الجسور كونكريتية وحديدية بعد احنا شو عندنا؟ عندنا الكونكريت عندنا سلاب يصير مدخل احنا لازم هسه شو نسوي؟ نسوي ستار ستار الطاعة مثل
احنا شو نسوي احنا نريد نسوي ازدهار. اكو هاي اللي تشوفوها الايقونة جنريت سيرفس ماشي. هاي شنو؟ شوفوا صار مثل ماشي. انا بدي اسوي ازدهار، هذا ازدهار اللي وصل الطابق الارضي. اسوي كليك على جهات الارواح كليك تابو كليك ترجع على الاصليه. اذا الثاني هو ايش؟ يبدا الوادي الثاني. ليش احنا والله حياتنا؟ قلنا اوكي، اقتنع لي. بس انا تصور سوالي بنيته، بس قال لي اريد تقسيمات مالتها، هاي شنو المفروض التقسيمات؟ اذا سويت ستار مالتها تقسيمات، حيحول كل مليون اللي يجي من الطالب على الدولات فقط. على شنو؟ على الاستاذ ما عليه حكم، على بدل المينيمم انفورسمنت. ويا لولا فلازم نقسم التقسيمات يوم نعطيك تسليح للاستاذ. المهم احنا ما لنا معارف في الواقع في خمس سنين. هذه انت طبعا كنت تقسم اكثر وعندك يعني اداء. بس بنفس الوقت انت ما تقسم اكثر على مدى عدد التحليل والنتائج الموجودة. فهو شو نسوي؟ يقول لك قسم لي. نسميه اي دي، بي سي سي دي، ودي اي. زين؟ فانا شو اسوي؟ هنا يقول قسمه مثلا اعطيك كود هو. اعطينا كم تقسيم كم كود؟ كان يسوي هو سوى اول تسلا اول طلع اي دي بي سي سي دي بي دي او بي اي او تي بدا في الاتجاه تقسيمات اربعه بدا في الاتجاه خمسه اللي هو بدا في الاتجاه خمسه متر ومتر لان العمر طلعنا هذا متر هذا عمر زين طبعا انا انت هذا نفسه اختار هذا ليش سويته يا مستر وسويه نفس القبل فوق انا ما ادور بس فش اسوي؟ ايقونه تنتبه هنا اكو ايقونه مال نوتس اللي تختار مالها هنا ايقونه مال ديمز وايقونه مال اللي هي تفيد فش اسوي؟ احنا سنقول شغله عندنا الخبز هذا الاصدار الوحيد اللي هو سنتي بليت فش اسوي؟ اختار تعدي هيك الشكل بالشكل فش اسوي؟ حتى انا اختار كل المنشأة هو راح تطلع المسار تضلل ليش؟ لان هاي الكارثة خاصة بالبيت فانت اذا رحت على مثلا الكارثة مال البيت شوف الكارثة البيت